كما أن اليهود اسمهم المعروف اليهود، ولكنهم صاروا يقولون إسرائيل، وإسرائيل عليه السلام هو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق. فهذا من تلبيسهم. مشكلة بعض الناس يقول اللهم لعن إسرائيل، يعني يلعن يعقوب عليه السلام، يتحرز الإنسان من هذا. أو لعنة الله على إسرائيل، لا، قل لعنة الله على اليهود، أو لعن الله اليهود، لا تقل إسرائيل. نعم.